من رام الله ينضم إلينا الدكتور حسين حمايل الناطق باسم حركة فتح. أهلا وسهلا بك دكتور معنا في 19. هل الانفراجة المنشودة لبلوغ وفاق فلسطيني لا تزال بعيدة بعد اجتماع موسكو، أم أنه تم هناك اختراق ما خاصة بعد النبرة الإيجابية التي تحدثت بها حركة حماس؟ نعم أخت مارية، بالنسبة لنا كحركة فتح نحن قلناها منذ فترة طويلة قبل العدوان، ونقولها اليوم ما بعد العدوان، بأنه موضوع الانهاء الانقسام الفلسطيني هو بالنسبة لنا أمر استراتيجي في عقيدتنا السياسية، لأننا نعلم جيدا كم أثر هذا الانقسام على قضيتنا وكم يؤثر سلبا على قدرة الشعب الفلسطيني على إكمال نضاله. اليوم هذه اللقاءات التي حصلت في موسكو كانت الأجواء إيجابية فيها والأجواء جيدة، واتفق الجميع بأن منظمة التحرير هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، إضافة إلى مجموعة من النقاط وإلى استمرار الحوار. الآن السؤال، هل ستوافق حماس في الأيام القادمة الدخول إلى منظمة التحرير حسب برنامج منظمة التحرير والتزامات منظمة التحرير وكذلك مجموعة من النقاط التي أبلغها السيد الرئيس للوسطاء بضرورة أن تلتزم بها حماس من أجل دخولها إلى منظمة التحرير؟ يعني يترك هذا الأمر لحركة حماس للإجابة عليه من خلال السلوك ومن خلال المواقف في الأيام القادمة. إذن على ماذا أجابت الحركة في هذا الاجتماع؟ يعني الحركة هي أجابت على قضايا لها علاقة في الوضع الفلسطيني، أبدت استعدادها للدخول في منظمة التحرير الفلسطينية، وكان هذا الاجتماع فقط هو مجموعة من النقاط تم التوقيع عليها وتم الاتفاق على إكمال الحوار ما بين فصائل العمل الوطني الفلسطيني من أجل أن نخرج في وحدة وطنية فلسطينية طبعا تحت مظلة وغطاء منظمة التحرير الفلسطينية. نعم، أرجو أن تبقى معي دكتور حسين لنتابع هذا المؤتمر لجون كيربي الذي تحدث فيه عن المساعدات المرتقبة الأمريكية لقطاع غزة. نستمع. التغير، هل تحاول الإدارة أن تنأى بنفسها عن ما تقوم به إسرائيل في طريقة شن عملياتها، أم أن هناك عدم قدرة لدى الرئيس بايدن لسد الهوة التي نشأت بينه وبين رئيس الوزراء نتنياهو؟ نعتقد أن ما كنا نردده يكرر أن إسرائيل دولة ذات سيادة ولا يوجد أي تحول، وكذلك إسرائيل دولة صديقة وحليف، نجري محادثات مع إسرائيل، لكن بطريقة ما أو بأخرى لا يمكنكم أن تابعنا هذه التصريحات. إذن مشاهدينا تابعنا هذا الجانب من كلمة جون كيربي. أعود إليك دكتور وأريد منك تعليق عن ما أعلنته واشنطن وعلى لسان بايدن لإنزال جوي لمساعدات على قطاع غزة. كيف يمكن النظر إلى هذه الخطوة؟ هل هي مؤشر إيجابي للدفع نحو تهدئة ما؟ يعني أخت مارية، أي قضية لها علاقة بوصول المساعدات إلى قطاع غزة هو أمر جيد، ولكن هل يعقل أن الولايات المتحدة بإمكانياتها وقدراتها تصل إلى مرحلة أنها لا تستطيع كسر الحصار عن المدنيين في قطاع غزة في ظل هذه الظروف وظل هذه المآسي التي يعيشها الفلسطينيين في قطاع غزة؟ هذا أمر أصبح اليوم حتى تصرفات مع هذا الاحتلال، وكأن الجميع يقول، وخاصة الولايات المتحدة تقول لإسرائيل أنهم ما زالوا فوق القانون الدولي وأن أمريكا ما زالت تدعمهم. نعم، موضوع المساعدات جيد وموضوع النظرة الإنسانية جيدة، ولكن أعتقد أنه العبء الأكبر وكذلك الحمل ملقى على عاتق الولايات المتحدة اليوم بضرورة وقف هذا العدوان ووقف هذه الحرب ضد أبناء الشعب الفلسطيني. بالأمس أول أمس كانت هناك مجزرة مروعة، نعم، مئات الشهداء ارتقوا وهم يبحثوا طيب عن المساعدات. دكتور، ألم ترى أمريكا هذا الكلام؟ دكتور، مراسلتنا منذ قليل قالت بأن هذه المجزرة، مجزرة شارع الرشيد أو دوار النابلسي، ربما هي
من دفعت الجانب الأمريكي لاتخاذ قرار إدخال المساعدات وكأنه نوع من التململ نحو الجانب الإسرائيلي، هل يؤسس لخطوة ما؟ يعني أخت ماريا، قضية أنه يؤسس لخطوة ما أو لا يؤسس لخطوة ما، نحن كحركة فتح وكذلك الشعب الفلسطيني ومعظم شعوب العالم تدرك بأن الولايات المتحدة هي من تعطي إسرائيل الغطاء السياسي والدبلوماسي. وقبل أسبوع اتخذت حق نقض الفيتو في المشروع وقف الحرب الذي تقدمت به الجزائر. إذن أمريكا تستطيع، وأمريكا تستطيع أن توقف هذه الحرب إذا امتلكت الإدارة الأمريكية الإرادة في هذا الجانب. أما إذا بقوا يرتهنوا إلى الكثير من القضايا الداخلية لديهم كانتخاباتهم في شهر 9 المقبل، أو يرتهنوا إلى المصالح ما بين الدول على حساب قتل الأطفال والمدنيين والنساء والشيوخ، فهذا أمر كارثي وكارثي للغاية. نحن اليوم نتكلم عن شعب على حافة المجاعة. اليوم الشعب الفلسطيني هناك أطفال كثيرين، طيب، هم جوعى مرضى يموتون بسبب المرض، يموتون بسبب قلة الغذاء والدواء، وما زالت أمريكا تنزل المساعدات من خلال الطائرات. نعم، الخطوة التي قامت بها المملكة الأردنية الهاشمية، نعم، هي خطوة كانت في مكانها الصحيح وفي الاتجاه الصحيح، طيب، ولكن أمريكا بحجمها تأتي لمثل هذه الخطوة، أعتقد أن هذه من ضمن المناورات التي تحاول أن تقيمها أمريكا. دكتور حسين، نعم دكتور حسين، لنشير إلى ما جاء به تقرير لبلومبرغ حول المبادرة العربية مع السعودية لحل القضية الفلسطينية وإقامة دولة فلسطينية. برأيك ما ملامح الإجراءات المقبلة لإرساء هذا الدور، خصوصا وأنه يعني موقف السعودية منذ البداية كان واضح بأنه وقف الحرب على قطاع غزة ثم المضي في إقامة دولة فلسطينية، وحتى كان فيه تجاوب إيجابي سواء من قبل بريطانيا أو دول أوروبية انضمت لهذا التجاوب، وبالتالي كيف نرى ملامح إرساء هذه الخطوة برأيك؟ يعني نحن منذ فترة طويلة وكنا نتكلم عن إيقاف الحرب أولا، كنا نقول نحن بحاجة إلى أن يكون هناك موقفا عربيا إسلاميا موحدا من أجل الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية. وعندما تأتي الدول العربية اليوم لتقدم مثل هذه المبادرة حسب بنود مبادرة السلام العربية، هذا أمر جيد، ونحن وكذلك القيادة الفلسطينية كانت قد وافقت على موضوع المبادرة العربية، وأكد عليها وزير الخارجية السعودي عندما خرج في بيان وقال بأنه لن يكون هناك علاقات مع دولة الاحتلال إلا عندما يكون هناك حلا للقضية الفلسطينية وأن يأخذ الشعب الفلسطيني حقه. هذا أمر جيد، ولكن أخت ماريا، اليوم مطلوب من الأمة العربية والأمة الإسلامية أن يكون لديها مواقف ترتقي إلى مستوى الحدث. نعم، نحن نشيد بالموقف الأردني ونشيد بالموقف السعودي والموقف المصري في وقوفه مع الشعب الفلسطيني، ونعلم أن هذه الدول لديها قضاياها ولديها همومها ولديها وعليها الكثير من الضغوط، نعلم جيدا، لأنه في النهاية هذه الدول توحدها وضغطها على الإدارة الأمريكية سيصب بالاتجاه الصحيح في موضوع الضغط على دولة الاحتلال لإيقاف هذا العدوان. أشكرك. عمليا هذه الأمور جيدة، ولكن الهم الأكبر لدينا كفلسطينيين اليوم هو أن تقف هذه الحرب، وبعد إيقاف هذه الحرب أن نذهب إلى حل سلمي، حل شامل للقضية الفلسطينية على أسس الشرعية الدولية من ضمنها مبادرة الدول العربية. نعم، حسين، دكتور حسين حمايل الناطق باسم حركة فتح، كنت معنا من رام الله.